كل واحد له من اسمه نصيبه، او كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور السيد محمد نوح الازهري المصري، يعني هو مثل سيدنا نوح، عاش حياته يعلم ويدرس ويفقه وينسب وياكل ويشرب، وكان ماسك منطقته حولي والنقرة والأموريدين مخاصة بمسيد الوزان وغيره. وتبرع له تو نزلنا قبر العم أبو بدر عبد الله العلي مطوع قبره هناك، سبحان الله، تبرع له بكبد كلفت مبلغ مدري قالوا ايش كثر، والله 70,000 دينار 70,000 دولار. وعاش بعدها سنة سنتين، وكان عالم وكان محب. والدكتور رمضان الفياضي عاصره محمد نور السويد الحلبي رمضان الحجازي كل الوالد سيد الساشم من سيد احمد الرفاعي وزيناب الشيخ طارق الرفاعي سواء كان يزوره في المنصورية. فكان نوح عمر نبي الله نوح كم سيد الإدريسي؟ كان 775 اي والله يا رب يا رب. وتوفى نفس رجب شهر الوالد رحمك الله سيدي. وكل اليوم 26 رمضان 1445 موافق 5/4/2024 الفاتح الجمعة من الشيطان الرجيم اسمعين يما للضالين ما يضل الله وحده الله وسلم يماكم الله كنتم شموس ونجوم. وهاي شمس ليلة القدر شوفوها.